معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من اسطنبول الصحفي اليمني محمد الاحمدي، مرحبا بك. اذا وزير الاداره المحليه اليمني اكد ان ميليشيا الحوثي تنهب 65% من المساعدات الغذائيه. كيف ترى اوضاع النازحين وسط ما يحدث؟ شكرا جزيلا. في الحقيقه بالنسبه لموضوع المساعدات الانسانيه، منذ الانقلاب على السلطه الشرعيه في اليمن ميليشيا الحوثيين لا تتوانى لحظة عن الاستئثار بالمساعدات الإنسانية ومحاولة المقايضة مع المنظمات الدولية الإغاثية العاملة في اليمن للحصول على نصيب الأسد من هذه المساعدات مقابل السماح لها بالوصول بما يتبقى من الفتات للسكان في المناطق التي تضررت كثيرا جراء الحرب والاشتباكات، أو التي أيضا تضررت بفعل المجاعة والأوبئة التي تفشت بشكل كبير جراء قيام الميليشيا الحوثية في الحقيقة بمصادرة الموازنات المالية الخاصة بالخدمات الأساسية وتسخير كافة مقدرات الدولة لمجهودها الحربي والاعتداء على السكان المحليين. نعم، أيضا هناك أنباء عن غارات حوثية على مخازن الغذاء العالمي بمدينة الحديدة، كيف ترى هذه الأعمال؟ بالأمس كان هناك قصف شنته ميليشيا الحوثيين على أحد مخازن برنامج الأغذية العالمي في الحديدة وأتلفت مئات الأطنان من المواد الإغاثية التي كان اليمنيون بأمس الحاجة إليها، وهذا في الحقيقة ليست الحادثة الأولى، ولكن في السابق أيضا هاجمت ميليشيا الحوثيين بشكل واضح الشاحنات التي كانت تقل مواد إغاثية وقصفت أيضا مخازن الغذاء في الحديدة في مرات سابقة. وفي الحقيقة هذا السلوك نوع من الاستهتار بالمعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب وعن شحة الغذاء لدى السكان وفي مناطق سواء في الحديدة أو في المناطق اليمنية بشكل عام. هذه الميليشيا الحوثية للأسف الشديد لا تتمتع بأي شعور بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه معاناة المواطنين اليمنيين، وبالتالي لا يهمها أن تمارس عمليات قصف باستهداف مخازن المساعدات الإنسانية. طيب كيف ترى أوضاع اليمنيين في فصل الشتاء مع الأنباء التي تتحدث عن قضائهم أوقاتا طويلة في انتظار دورهم للحصول على الغاز؟ في الحقيقة مع قدوم أو مع حلول الشتاء تزداد المأساة الإنسانية بشكل كبير، خصوصا للنازحين الذين هربوا من مناطق الاشتباكات ولم تتوفر لهم مراكز إيواء مناسبة، أو حتى الذين تمكنوا من الوصول إلى أماكن إيواء وهي في الحقيقة في الغالب تكون عبارة عن مراكز حكومية، إما مراكز صحية لم تعد تعمل أو مدارس أو ما أشبه ذلك، ولا يتوفرون في هذه المراكز على ما يعني أغطية مناسبة لتقيهم من موجة البرد والصقيع خلال فصل الشتاء، وبالتالي معاناة كبيرة في الحقيقة خصوصا النازحين في المناطق الشمالية والتي تكون فيها درجات الحرارة منخفضة أكثر منها في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد. أخيرا، هل ترى أن زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء يمكن أن تثني ميليشيا الحوثي عن تلك التصرفات التي تضر في النهاية بالشعب اليمني؟ في الحقيقة اليمنيون لا يعود يعولون كثيرا على هذه الزيارات التي يقوم بها أو الزيارات التي فيها المبعوث الأممي إلى اليمن بين الفينة والأخرى. من الواضح أن الميليشيا الحوثية لم تحترم اتفاقات ستوكهولم في السويد، لم تطلق سراح المختطفين والمخفيين قسريا الذين، وهذا واحد من الاتفاقات التي شملتها جولة المشاورات في السويد، أيضا لم تقم بإثبات حسن نية تجاه اتفاق إعادة الانتشار والانسحاب من موانئ الحديدة، ميناء الحديدة ورأس عيسى والصليف، بل عمدت الميليشيا الحوثية إلى الالتفاف على هذه الاتفاقات وقامت بمسرحية سخيفة عندما ألبست عناصرها زي قوات خفر السواحل في الحديدة
ولإيهام الناس أنها قامت بتسليم الميناء، بينما هذا الأمر أو هذه المسرحية لم تعجب رئيس فريق الأمميين، الفريق المراقبين الأمميين الجنرال باتريك، وبالتالي كان هناك في الحقيقة موقف واضح للأمم المتحدة يطالب الميليشيا الحوثية بعدم اتخاذ خطوات حادية من شأن الالتفاف على اتفاقات السويد. شكرا جزيلا لك عبر سكاب من اسطنبول، الصحفي اليمني محمد الأحمدي.